نكونوا عمليين اكثر والناس يفهموا. بحال دابا في الصباح مثلا الشخص فاق، ركزتي على وجبه ديال الافطار تكون متكامله، ها هو فطر. بحال دابا من الفطور فوقاش كتفضلي على انه مثلا يتغدى، وما بين الفطور والغداء ويشرب غير الماء فقط، ممكن مسموح ليه يشرب مثلا مشروبات بحال منقوع ديال الزعتر مثلا، او لا ديتوكس مثلا اللي هو طبيعي من الحامض مثلا. احنا تعطينا شي افكار ان شاء الله، مثلا اعطينا الطريقه باش نكملوا معك نتبعوا معك طبعا. الوغ الفطور الصباح لافونتاج يعني الحاجه الايجابيه اللي كاينه في الصيام المتقطع ان ما عندوش وقت محدد. يعني مثلا الشخص بغى يفطر مع 8 مع 9 مع 10 مع 11 ما كاينش مشكل. داكوغ، ما كاينش واحد القيد اللي كيقول لك مثلا فقتي فطر سوغ لو شون، لا عاد ما تفوتش ديك 11 نهار باش ما ندخلوش في الفتره ديال الظهيره. فوالا. الوغ وقت ما فطر الشخص غيحسب 8 تسوايع من الفطور اللي فطر. اييه مزيان. دابا ابخي 8 تسوايع هذيك هي الوجبه الاساسيه. واخ. داك اللي كيجمع فيها يعني غداء وعشاء، يعني كتكون غير وجبه اخرى. واخ. وبيان سور بين الوجبتين بجوج فهو مسموح ليه بالشاي بالقهوه. حنا قلنا بيان سور اعتدال، يعني اون تاس دو كافي ماشي اكثر. الوغ مسموح ليه كما قلتي بمنقوع الاسره ديال النوافع، يعني النافع اليانسون داكو فوالا. الوغ نستعملوا كذلك الكرويه لانها طارده للغازات. داكو نستعملوا شاي الزنجبيل، مهم جدا شاي الزنجبيل سيغتو في هذه الفتره اللي ما بعد العيد، لان الزنجبيل كي يعني في قلب منه كيحتوي هو على مركبات خاصه كتساعد في التخلص من الغازات ومن حموضه المعده. والزنجبيل كيشجع ليا المراره باش كتفرز هذيك العصاره اللي كتساعد في عمليه الهضم. داكا مسموح لي كذلك بعصير الديتوكس اللي قلنا اللي فيه الخضر اللي هي خضراء ورقيه واللي فيه الفواكه الحمراء. اييه بحال قلتي عصير البروكولي، السبانخ، الكرافس، القزبر، المعدنوس مع الفخومواز مع الفواكه الحمراء. اييه ولا العسل الحر، عسل الزعتر. داكا والفنتي دار، يعني هادشي كله مسموح ليه يتناولو مده 100 ساعه.